التواصل المستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى بانطلاقتها في أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة تحفة الميادين في هذا الصباح. الشوط الخامس عشر الذي أعلنت بداية انطلاقته قبل قليل، وهو يحمل الجعدان اللقاية المحليات الأصايل التي تتنافس طيلة مسافة هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع في أرضية هذا الميدان. نذكر بانطلاقات المساء في لقايا أصحاب السمو الشيوخ في السوع والتحديات الجميلة في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر هذا اليوم، مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات وختامي تمهيدي المرموم في هذا الاندفاع. نسير مباشرة مع هذا الشوط لنتعرف على المراكز الأولى ونشوف اللي سيطر وقاد مساري هذا الشوط المهلهل. تعود ملكيته البرايا الذي ياتي في هذا الانطلاق، ومالك البراء بن سعود بن ناصر الذي ياتي بالمركز الاول وينطلق بمقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني ننطلق مع ثاني المراكز حشيم في المركز الثاني لراشد بن نايع بشاوي الغفلي، بينما المركز الثالث رعود ياتي في المركز الثالث محمد بن سالم بالدربش العامري يتقدم مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل هناك شعار بن شريب يتقدم مع جسمر الذي ياتي في هذا الانطلاق، جسمر مالك عبد الله بن طالب بن شريم المري، بينما هناك دخول على المركز الخامس وهذا هو يتدخل الناوي وعبيد بن سعيد السعودي الزرعي ياتي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بينما مثير يتقدم كذلك عبيد بن سعيد بن محمد المهيري على المركز السادس، بينما المركز السابع أشوف عليه تواصل على سابع المراكز سراب سالم سعيد بن سالم الينيبي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن شوف الأسماء وشوف الشعارات العملاقة والانطلاقات على ثامن المراكز الكايد نهيان بن محمد بالشرقي الوهيبي يتقدم، بينما المركز التاسع هذا هو الدبلوماسي عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي، والمركز العاشر من الجانب الآخر في هذا الانطلاق والاندفاع أشوف عاشر المراكز أرعد لمحمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا اللقاء الشيق والجميل. يا سلام في هذه الانطلاقات، يا سلام يتقدم في هذه اللحظة ويقود المسار هذا هو المهلهل المهلهل لأبرا بن سعود بن ناصر الخصيبي الذي ياتي بالمركز الأول، ينطلق البراء الخصيبي ويقدم هذه النوعية الجميلة والرائعة على المركز الأول ويسيطر على مقدمة الشوط بهذا الانطلاق، بينما السعودي الزرعي ياتي مع الناوي على المركز الثاني، عبيد السعودي الزرعي ياتي على الثاني المراكز، وخليفة بن سعيد بن سالم الينيبي كذلك يقدم هذه النوعية الجميلة في انطلاقات هذا الشوط وهذا الاندفاع، بينما المركز الرابع وهذا هو رعود ياتي في المركز الرابع محمد بن سالم بن دربش العامري على رابع المراكز، بدت التحركات والانطلاقات الجميلة حشيم راشد بن نايع بشاوي الغفلي، وشوف اللي يتدخل ووصل في هذه اللحظات شاهين وحمد بن راشد بن سعيد بن حبوه الحميري يتدخل في هذه الانطلاقات في المكان المناسب والوقت المناسب، عودة إلى الخصيبي الذي يسيطر على مقدمة الشوط من بداية هذا الاندفاع وهذا الانطلاق المهلهل المهلهل مشاهدين الأعزاء. البراء الذي ينطلق مع المهلهل، البراء بن سعود الخصيبي الذي ياتي مع المهلهل بالمركز الأول ويروح من البداية
هناك مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحدي الجميل المهلهل البراء بن سعود بن ناصر الخصيبي وهالي السلطنة يتابعون هناك في هذه أي الانطلاقات ومع هذا الاندفاع. ولكن دير بالك يا المخمري دير بالك المركز الثاني واصلينك الجماعة الرعود ياتي محمد بن سالم الدربش العامري. ولكن يا سلام يا سلام أهالي السلطنة وأهالي السويق هناك ياتون بالسلام في هذا الصباح الجميل والانطلاق المهلهل لإبرة بن سعود بن ناصر الخصيبي الذي يفوز في هذا الشوط. بينما المركز الثاني رعود محمد بن سالم الدربش العامري والمركز الثالث لخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي والمركز الرابع من وصل فيه لأحمد بن مطر بن مايد طارش الخيالي الذي ياتي في المركز الرابع. عموما على كل حال بنعود مع هذه الانطلاق في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع التوقيت الزمني يا سلام هذا هو المهلهل المهلهل هذا المهلهل في 6 دقائق و9 أجزاء من الثانية من حمل السلامات لأهالي السلطنة وين قتولي لأهالي السويج في هذا الصباح. مالكه اللي هو البراء بن سعود بن ناصر الخصيبي الذي حمل السلامات من المرموم 6 دقائق المركز الثاني وثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم الدربش العامري بينما المركز الثالث ست دقائق وثانيتين 9 أجزاء من الثانية الذي حل في المركز الثالث لخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي. تهانينا والناموس للجميع.